يحاول يمر فالكاو التوزيع الدفاع هي من تيسيو لم يمر التغطية الدفاعية من هنالك من صرف يخرج بالكرة هذا هو كارلوس كيروش اللاعب السابق لمنتخب ايران محاولة المرور البحث عن فالكاو ومورييل والحكم خلى اللاعب حكم المباراة ماذا قال؟ وضعية التسلل وكاد يفعلها ميسي وأغويرو ويسجل الأرجن الحارس أوسبينا والعودة الموفقة لدفاع منتخب كولومبيا عند الكرة ليو يلعبها على الجهة اليمنى مع لوسيلسو لوسيلسو ليو ليو نادي ايفرتون الكرة بعيدة من ييري ورد عمل اللاعبين في بداية هذه المباراة الأولى بين منذ 93 سنة الأرجنتين لم تفز بك أمريكا الجنوبية لكرة قبل منتخب بلاده خاصة وأن تتويج رونالدو بلقب دوري مع المنتخب بلاده لكي يثبت بأنه لاعب أسطوري هو لاعب
منتخب كولومبيا الذي سبق له أن فاز مرة واحدة باللقب في 2001. مباشرة مع أوتاماندي، أوتاماندي في الوسط يلعب مع رودريغيز. ست عشرة هدفا هذا الموسم، فالوسط الكرة تروح مباشرة من سيرخيو أغويرو، راحت سهلة للحارس دافيد أوسبينا. 12 دقيقة البرازيل على منتخب بلادهم، صفروا على الأداء. لعب روجير مارتي هنالك على الجهة اليسرى، تدخل قوي من نيكولاس أوتاماندي. لاعب روجير مارتينيز، نعم أخذ مكان لويس مورييل. روجير مارتينيز تلعب أرجنتينية في وسط الميدان، تروح لكوادرادو والمراوغة. يا 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 اليمنى والاعتراض من أمام غوان كوادرادو في المخالفة. كولومبيا المرشحان للتأهل إلى الدور الثاني من هذه للمونديال، لأن قطر ستحتضنها بإذن الله. تغطية دفاعية من هنالك،
امام، تلعب مع اخو دي ماريا، ضيعتها دي ماريا، دي ماريا لم تدخل. من هنالك خامس رودريغيز وكرات ومخالفة الركنية دائما في القائم الأول، رودريغيز دائما في السد والتغطية. تعتبر واحدة من الدوريات التي تستقطب لاعبين في القائمة الثانية، وخطأ يقول حكم المباراة. مباراة تشيلي طوبار من لاعبي الأرجنتين وكولومبيا. بليت الأرجنتيني طبعا هذا استدعي بعد مونديال. باريوس يلعب مع ميدينا، راح ميدينا يبحث عن القرية ميدينا. يو 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 والحكم يقول خطأ. هذه ليست مباراة في كرة مرتين في كأس العالم، هو استدعي قبل المونديال الأخير في رينزو سارافيا مباراة الخامسة. نتاغليا فيكم روسيا موجودين مع المدرب روجير مارتينيز. توصل على الجهة اليسرى لتيسيو، تيسيو روجير مدينة، مدينة ما زال، مدينة يبحث عن فالكاو ويبحث كذلك عن
صفر مقابل صفر بين الأرجنتين ومنتخب المدافع سارافيو. ماذا تفعل يا سانشيز؟ صارع والكرة ضاعت.